أخليكم معايا لألكم كيف بدنا نحضر الروس بالضبط، وكيف بدنا نستعمل الجليسرين، والطريقة اللي بدنا نستعملها، وحنجرب وأرجل قدامكم. أرجيلي بجليسرين وأرجيلي بلا جليسرين، خليكم معي. أوكي، هلأ أول خطوة بنعملها اللي هي نفتح القطرة. بعد ما نفتح القطرة بنحط، طبعا الراس بكون ناشف، أوكي، مثل ما شفنا. هلأ كل واحد حسب ما بحب يكتر يقلل، كل واحد عزوه، أوكي، مثل ما ملاحظين. قد إيه قطرنا مثلا هيك القطرة؟ أوكي، طيب من بعد هذه الخطوة نمسح بإيدينا مثل ما شايفين هيك بهيدي الطريقة. أوكي، مثل ما شايفين. نرجع الخطوة الثانية، بنحط المعسل. هلأ حطينا المعسل، بعد ما نحط المعسل اللي بنعمله إنه بنقطر فوقه كم نقطة، أوكي، بهذا الشكل. نرجع، خلصناها هاي التانية. هلأ حنعملها نحنا بلا جليسرين. أوكي، هيدا الراس بلا جليسرين، راس مع جليسرين وراس بلا جليسرين. أوكي، هلأ من بعد ما نحن سنتنا بدي أذكركم بشغلة. هيك شي ما بتستعمل، بس تحطوا جليسرين مثل هيدا مثلا، حطينا في هيدا جليسرين، كل شي بيتعلق بهالمواضيع ما بتستعملوها، لأنه بده يكون الفحم بده ينحط على الراس مباشرة ليتعامل دغري مع الجليسيرين، ما بده يكون الفحم بعيد عن الجليسيرين. اوكي، هاي اول نقطة. تاني نقطة، بتحمى الراس تقريبا شي دقيقتين. هلا نحنا حنحط لنا الأرجيلة ونحمى الراس ونجربهم. اهم شي تحمى الراس، واهم شي ما تحطوا هاي كرمال تاخدوا النتيجة الكاملة اللي هلا حتشوفوها بعينكم. هلا جينا للتجربة، بدنا نجرب الماي جليسرين واللي بدون جليسرين. بدون جليسرين اللي هي هيدي، واللي مع جليسرين اللي هي هيدي. هلا هأرجل قدامكم وتشوفوا، حد 3 ثواني تشوفوا دخان هاي كيف، 3 ثواني دخان هاي كيف، اللي مع الجليسرين. اول شي حبلش باللي بلا جليسرين، مثل ما شايفين 4 فحمات باربع فحمات، نفس الشي اثنيناتهم نفس الشي، حتى هاي نحاس هاي نحاس، نبريش نبريش نفس الشي. هيدي بلا جليسرين وهيدي مع جليسرين. هلا حبلش باللي بلا جليسرين. ثلاث ثواني ونص، ايه يعني اذا عمر بدنا نص. هلا هاي من عدة 3 ثواني. شفتوا الفرق الكبير؟ هذا اللي انتو طلبتوه مني، طلبتوا تجربة صوت وصورة، هاي بلا وهاي دماغ. بتكون نرجع نجرب هذا 3 ثواني وبلا النص، 3 ثواني بس يعني. هيدي بلا جليسرين، هيدي مع جليسرين. غيوم عادي. هيدا كان شرحنا للقطرة اليوم. طبعا هيدا الفيديو اجا بناء على طلبكم، بناء على اسئلتكم يلي سألتوني فيها. خلص خلينا ناخد وحدة لنجربها بدون ما تعذبوا حالكم. جربنا لكم اياها قدامكم بالصوت والصورة والفيديو. بتمنى تكونوا انبسطتوا انه شفتوا هيدي النتيجة. بطبيعة الحال أنا يلي ما بأرجل ما بنصحه أصلا يأرجل، واللي بأرجل هذا الفيديو معمول للناس اللي بأرجله، مع العلم إنه الأرجل مضرة أنا أكيد ما بنصح فيها. الناس يلي ما بأرجله ما يفوتوا بجو الأرجيلة ويتعلموا الأرجيلة أبدا، لأنه هي عادة مضرة.
بس يلي بقرق له هيدا الفيديو هيدا القطرة حتكون الحال يلي عن جد كتير حيريحهم. هيدا على فكرة حيضله ماشي مش حيحترق دغري، هيدا حيحترق دغري، هيدا الجليسرين صار حوالين المعسل أكتر، هيدا ناشف شوي، بطبيعة الحال هيدا ممكن يحترق أسرع من هيدا، وهون بضاين أكتر الرأس. مثل ما قلنا بوفر عليكم مصاري، وأهلا وسهلا فيكم.